صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم من مدينة دبي، من مدينة السعادة اللي تستضيف فعاليات معرض إكسبو 2020. أصبح عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. أنقل لكم تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، ومن نور دبي مخرجنا المبدع نمر محمد، وكذلك في التنسيق والمتابعة بتكون معانا زميلتنا إسراء الهاشمي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معانا ومع ضيوف حلقاتنا، وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة العلي. يسرني أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا لكل ملاحظاتكم واستفساراتكم على الرقم 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وفي هذه الحلقة بنتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا عندنا فقرة مهمة عن الأطعمة اللي تحمي كبار السن من هشاشة العظام، وفقرتنا الأخيرة أيضا بتتكلم عن مشكلات العظام اللي تواجه كبار السن. يعني اليوم فقراتنا كلها مهمة ومتنوعة، ولكن بنركز أكثر على فئة كبار المواطنين مثل ما نطلق عليهم في دولتنا. فأعزائي المستمعين اللي حابين يهتمون أكثر بهذه التفاصيل تابعونا على مدار الساعة. مثل ما عودناكم دائما في بداية حلقتنا ننقل لكم خبر سواء كان محلي أو عالمي نفيدكم فيه أو نعرفكم على الأخبار الخاصة بهيئة الصحة في دبي. واليوم عندنا خبر جميل جدا، يقول الخبر: هيئة الصحة بدبي تحصد جائزة التميز في إدارة العمليات التشغيلية. حصدت هيئة الصحة بدبي مؤخرا جائزة الامتياز في إدارة العمليات، وذلك تقديرا لاستخدامها المتميز والمبتكر لمنصة إدارة العمليات التابعة لشركة Software IG الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على الابتكار والتميز وأفضل الممارسات. وتعكس هذه الجائزة قدرات الابتكار اللي تتمتع بها هيئة الصحة بدبي المدعومة بمنصة آرس لإدارة وتصميم العمليات، كما تعكس أداء الهيئة وتميزها في إدارة وتحليل وتحسين العمليات وتجارب العملاء. وقال أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة ماضية في تحقيق الاستخدام والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والأكثر تطوراً، وذلك في جميع أعمالها وخدماتها وتعاملاتها مواكبة لتوجهات الدولة وتطلعات دبي نحو المستقبل ولغة المستقبل وأدواته وحلوله الذكية. ومن جانبها قالت فاطمة آل شرف مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي في هيئة الصحة بدبي: لقد ساعدتنا العمليات الموحدة التي قمنا بتطبيقها أيضا على تحسين الإنتاجية من دون دفع أي تكاليف تشغيلية إضافية، فضلا عن تحقيق عدد من شهادات الاعتماد الدولية بما في ذلك حصولها على اعتماد 100% من مستشفيات هيئة الصحة بدبي كشبكة متكاملة، وبأن تصبح أول مؤسسة على مستوى العالم تحصل على اعتماد وفقا للإرشادات العامة للعمل الآمن أثناء جائحة كوفيد-19. وبهذا يكون طبعا أعزائي المستمعين خبر مهم من أخبار وإنجازات هيئة الصحة بدبي. بعد خبرنا هذا بننتقل لفقرة السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا اسم الجناحي بتحدثنا أكثر عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي سواء المتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء، خبرينا شو هي آخر الأخبار اللي اليوم بتطلعين عليها المستمعين؟
من الأشياء اللي نحن نحب نذكر ونأكد عليها أن باكر سيتم نقل خدمات الطوارئ للأطفال بتاريخ 20 أكتوبر إلى مستشفى الجليلة من كل من مستشفى دبي ومستشفى الطيفة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نأكد عليها كذلك أن جميع الإجراءات التنظيمية الصحية من سلطة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة ستنتقل بتاريخ 24 أكتوبر. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن أيضا نبغى نذكر فيها أن باب التطعيم مفتوح للجرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتك تشمل فئات محددة. الفئات هي 60 عاما فما فوق، بين 50 لـ59 سنة من أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا بعد ما يستشيرون طبيبهم المعالج. أيضا المرضى الملومين الذين يعيشون في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد من عمر 18 سنة فما فوق. أيضا من ضمن الأشياء نحن بخصوص أن في بعض الأشخاص يتخربطون بين الجرعة الداعمة والجرعة الثالثة. الجرعة الثالثة كانت هي للأصحاب أمراض المناعية المتوسطة إلى الشديدة، وهذول يرمون يروحون مركزهم أو مستشفى اللي هم يتعالجون فيه بالأمراض المناعية مثل السرطان، الزراعة والأشياء هاي اللي هم كانوا يسوونها مع طبيبهم، وطبيبهم راح يأخذ لهم الموعد الجرعة الثالثة. الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية متوسطة أو إلى الشديدة هم عدد الجرعات اللي يأخذونها هي 3 جرعات، ولكن أشخاص اللي مو من ضمن الأمراض المناعية متوسطة إلى الشديدة هم لهم جرعتين، فهي تعتبر 3 جرعات في اللي عندهم هاي الأمراض. أما الجرعة الداعمة هي فقط للي الأشخاص اللي عندهم 60 سنة فما فوق والـ50 لـ59 سنة، وأيضا اللي منومين في المستشفيات، وهذا بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية. أيضا من ضمن الأشياء اللي يسألوني عنها بخصوص ساينوفارم، ممكن الأشخاص يأخذون لقاح فايزر بيونتك جرعتين من بعد لقاح سينوفارم إذا كملوا 3 أشهر من آخر جرعة لهم من لقاح سينوفارم، لكن يعني يقدرون يأخذون، لكن فايزر ما يستوي يغيرون الجرعة الثالثة. يعني بعض الأشخاص يقولون الجرعة الثالثة نأخذها فايزر والجرعة 40 ثانية، لا، اللي خذوا جرعتين فايزر الجرعة الداعمة هي فايزر مو بأي 40 ثانية. كيف واحد يأخذ موعد؟ ممكن يأخذ موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال مركز الاتصال 800-342 للأشخاص اللي يعتبرون من كبار المواطنين وكبار السن. هذا يقدرون مباشرة يأخذون، ما يحتاجون أنهم يروحون تطبيق هيئة الصحة، وممكن يحصلون موعد من خلال مركز الاتصال. تقريبا هالأشياء اللي نحن حابين نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي. نتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وطبعا نتمنى لك يوم جميل. مثل ما تعرفون أعزائي المستمعين، يصادف هذا الأسبوع أسبوع جايتكس للتقنية، ونحن هنا من برنامج صحة وسعادة ندعوكم أعزائي المستمعين لزيارة منصة هيئة الصحة بدبي في أسبوع جايتكس للتقنية. طبعا هذا لتعرفون على الخدمات والمبادرات والتطبيقات الذكية اللي تستعرضها الهيئة طيلة أيام المعرض، فندعوكم لزيارة معرض أسبوع جايتكس للتقنية لتعرفون على كل التقنيات الحديثة الموجودة في هذا المعرض. وأيضا مثل ما ذكرت زميلتي أسماء الجناحي، نذكركم بأن جميع خدمات الطوارئ للأطفال سيتم نقلها من مستشفى دبي ومن مستشفى لطيفة إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. هذه معلومات ممكن تهم جميع أفراد المجتمع اللي لديهم أطفال واللي يزورون مراكز الطوارئ. أتمنى من الكل أن يعرف من باكر إن شاء الله سيتم النقل الرسمي لجميع خدمات الطوارئ للأطفال في إمارة دبي، بتكون إن شاء الله تحت مظلة واحدة، وهذه لخدمتكم بالشكل الأفضل والأمثل بالتأكيد. فأعزائي المستمعين، بعد هذا الخبر اللي دائما أحب أذكر فيه المستمعين، بننتقل لفاصل قصير وبنرجع نواصل معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة. خلوكم معنا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. في برنامجنا نتناول كل المواضيع الصحية المهمة في هذا الوقت، وكذلك نستضيف معنا ضيوف من مختلف التخصصات للتعرف على هذه المواضيع أكثر ومناقشتها. وطبعا أعزائي المستمعين، في أكتوبر يصادف اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، ويركز العالم في هذا اليوم من كل عام على رفع الوعي حول الوقاية والتشخيص والعلاج من هشاشة العظام، خصوصا بعد سن 50، بالإضافة إلى دور التغذية الصحية والنشاط البدني على صحة العظام. يصادف طبعا أعزائي المستمعين يوم غد اليوم العالمي لهشاشة العظام، وكل العالم يتجه للحديث عن هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه والتشخيص، ولكن هذا طبعا بنتناوله في الجزء الأخير من حلقة برنامج صحة وسعادة. وفي جزئنا الأول مع التغذية دايما بنتناول معاكم الآن حديثنا عن صحة وسلامة كبار السن وسبل الرعاية المثلى لهم، وخاصة بما يتعلق بأمور التغذية والأطعمة المناسبة لهم واللي تعزز من صحتهم. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا تكون معنا أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة علية خان. صباح الخير أستاذة علية. صباح النور والسرور يا هلا. أهلا فيك أستاذة. بداية حبينا نعرف منك شو هي أهمية وضرورة أن يكون لكبير السن عندنا في البيت قائمة محددة من الأطعمة المناسبة لمرحلته العمرية وظروفه الصحية؟ طبعا في البداية الغذاء الصحي هو مهم في كل المراحل العمرية، فلازم نحرص في كل مرحلة يكون فيها تركيز على عناصر معينة تساعد أو تعزز من صحة الإنسان. طبعا اختلاف الاحتياج يختلف مع تقدم السن، وأيضا يختلف على حسب الحالة الصحية. فإذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة أو عنده مشاكل صحية معينة، فهذه بتنعكس أيضا على نظام الغذائي. ممكن يكون في بعض الأمور نركز عليها أكثر أو أشياء نلغيها من النظام الغذائي، بس بشكل عام إحنا دائما نحرص أن نوفر نظام يكون متوازن ويكون فيه نوع من التنوع، ونحرص أن مجموعات الغذائية كل أنواعها تكون متوفرة للشخص اللي هو الكبير في السن، لأن ممكن مع تقدم العمر الشهية تخف ويكون عندهم بعض الأكلات مثلا ما يرغبون فيها، بعض الأكلات يفضلونها، لازم إحنا نراعي بعد الأكلات اللي هم يحبونها وندخل بعد فيها الأشياء المفيدة. نحرص أن الخضار الفواكه التنوع يكون موجود. نعم، فمثل ما ذكرتي أستاذة علية أن لكل فئة معينة في البيت ممكن أن نحن يكون لها نظام غذائي اللي هي تحتاجه، ففئة كبار السن أيضا لهم نظام غذائي على حسب احتياجهم، على حسب الأمراض المزمنة اللي تكون عندهم. فممكن نحن نعرف أغلب المشكلات الصحية عند كبار السن ترتبط بالعظام غالبا يعني، وتحديدا هشاشة العظام. فهل إذا بنتكلم في موضوع هشاشة العظام هناك أطعمة محددة يمكن للأشخاص اللي عندهم كبار السن والمصابين بهشاشة العظام إنهم يركزون عليها أكثر؟ هي أكيد طبعا العظام الصحية، عشان نحافظ على عظامنا الصحية لازم نحط في بالنا أن تكوين العظام يدخل فيه معادن وفيتامينات مختلفة. ممكن أول شيء في بالنا الكالسيوم، هو شيء صحيح، لكن الكالسيوم بروحه مو بالعنصر الوحيد اللي يساعد في تقوية العظام، فلازم يكون عندنا بعد معلومات أكثر عن باقي الفيتامينات. مثل عندنا فيتامين دال، لأن الفيتامين دال من الفيتامينات اللي تساعد على امتصاص الكالسيوم، يعني حتى لو استهلكنا الكالسيوم من الغذاء أو من المكملات الغذائية، الفيتامين دال هو اللي يساعد على الجسم إنه يأخذ الكالسيوم ويحطه في العظم ويساعد في تقوية العظام. فالفيتامين دال له دور جدا كبير في أيضا المحافظة على العظام الصحية، وفي أيضا في أن نمتنع أو يكون عندنا حماية عن مشاكل هشاشة العظام. بعد عندنا المغنيسيوم من المعادن المهمة، والبي 12 والفيتامين سي والبروتين كعنصر غذائي مهم أيضا في تقوية العظام. نعم، كذلك هاي كلها العناصر المهمة مثل ما ذكرتي
أستاذة علي على رأسها يي فيتامين دال. إحنا تحدثنا قبل في حلقة مفصلة عن فيتامين دال والوقت الأمثل إن الشخص مثلا إذا كان يأخذ أدوية مدعمة لفيتامين دال متى يتناول فيتامين دال ومتى الوقت المناسب، لأن أعزائي المستمعين مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة فيتامين دال مهم جدا لأستاذة علي مثل ما ذكرتي امتصاص الكالسيوم. فإذا نحن لازم نتأكد غالبا عن كل المعادن هذه اللي ذكرتيها إذا هي كانت متوازنة في جسم الشخص مثلا أو كبار المواطنين اللي عندنا في البيت من خلال طبعا الفحوصات الدورية، صحيح؟ أكيد أكيد، إحنا دائما نحس الشخص أنه يسوون الفحوصات الدورية، لأن شوفي مرض هشاشة العظام بالذات ما بيكون له أعراض، يعني ما في آلام أنه ممكن يحسون فيه، ممكن الدكاترة بيشرحوا لكم أكثر عنه، لكن هشاشة العظام ممكن الشخص ما يلاحظ أنه عنده مشكلة في العظام إلا إذا صار إذا طاح أو مثلاً دعم شيء بالقوة صار عنده كسور. فدائماً يعني هشاشة العظام حنحط في بالنا من عمر معين يكون في نوع من الفحوصات الأشعة اللي تتسوى لها كبار السن، فحوصات الدم، حسب يكون إحنا نكون عارفين المرض من قبل ما يصير لا قدر الله عندهم كسور، لأن في سن كبير وإذا صار عندهم كسور مع الهشاشة الالتئام بيكون وايد صعب يسبب لهم بعدين مشاكل أكثر. يعني ممكن في ناس إذا صار عندهم كسور ممكن حتى يكون صعب عليه يرجع يمشي إذا هو كبير في السن، صار عنده كسر في الريل، خاصة النساء يكون عندهم كسور في الحوض أكثر إذا في عندهم هشاشة. فدائما نحرص الفحوصات تحاليل الدم تكون شاملة الفيتامينات هذه. طبعا هي يعني مو بس للعظام، لها فوائد ثانية في الجسم، يعني البي 12 مهم في تقوية العظام بس مهم أيضا لصحة الأعصاب، فيتامين دال صح مهم للكالسيوم بعد مهم للمناعة، ففي أشياء تتداخل مع بعض، فنحاول نحرص إحنا على المنتجات أو الأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم وبالفيتامين دال. بخبركم بعض المنتجات اللي هي الحين تعتبر عالية بهاي الفيتامينات. إذا بناخذ أول شيء اللي هي منتجات الألبان مثل الحليب والروب واللبن بشكل طبيعي تعتبر عالية بالكالسيوم، وأيضا المنتجات الجاهزة حاليا يكون تكون مدعمة أيضا بفيتامين دال في نفس الوقت. فمنتجات الألبان تعتبر مصدر جدا غني بالفيتامين دال والكالسيوم في نفس الوقت. عندنا بعد الأسماك، خاصة الأسماك الدسمة مثل السالمون تكون غنية بالفيتامين دال، وعندنا الأسماك مثل السردين كذلك تعتبر مصدر جدا عالي للكالسيوم. فممكن احنا نضيف بهاي منتجات الأسماك أسبوعيا في مرة إلى مرتين في الأسبوع، فنضمن أن ناخذ نوع مختلف من الكالسيوم غير عن منتجات الألبان. الخضار طبعا فيها كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات، نحرص على الكالسيوم من الخضار بيكون متوفر في البروكلي، في البامية، في الملفوف، في الكيل، هاي كلها تعتبر من الخضار اللي بعد نسبة الكالسيوم فيها عالي. بعد ممكن نحن نركز على السبانخ، الطماطم، البطاطا، الزبيب، هاي تعتبر من الخضار أو الفواكه اللي فيها بوتاسيوم، بعد البوتاسيوم له دور في من المعادن المهمة للعظام. عندنا بعد الفيتامين سي اللي متوفر بشكل كبير في الفلفل البارد، في البرتقال، في الفراولة وفي البابايا، تعتبر هاي الفواكه من أعلى نسب الفواكه في الفيتامين سي. التنوع هذا في منتجات الخضار والفواكه والأسماك تعطينا دعم أو تعطينا مصادر كافية من المعادن اللي ذكرناها اللي هي كالسيوم، فيتامين دال، المغنيسيوم والبوتاسيوم. نعم أستاذة علي، أنا طبعا عندي استفسار، معي زميلتي في العمل شفتها تناول الفلفل البارد فقلت لها أنه يعني ليش تتناولينه وشي، فقالت لي أنه آمنة يقولون أن الفلفل البارد يحتوي على فيتامين سي، يعني مصدر مهم لفيتامين سي، ولكن المعلومة الجديدة اللي قالت لي إياها وبتأكد منك أنه هي تقول كل ما كان لون الفلفل أغمج كل ما كان يحتوي على فيتامين سي أكثر، مثلا يعني إذا بنقول أحمر ولا الأصفر الأحمر، فهل هالمعلومة صحيحة؟ هو صح، هو يفرق نسبة الفيتامين سي، يعني نسبة الأحمر والأصفر أكثر عن الأخضر، يعني الفلفل البارد الأخضر في نسبة أقل من الفيتامين سي. نعم. هو اللون، هو دائما احنا ليش دائما حتى في الفقرات اللي قبل كنا نقول الالوان لازم ننتبه على الالوان في الخضار والفواكه، حتى حق الاطفال دائما نقول لهم نوعوا في الالوان، لان الالوان فيها فيتامينات مختلفه يعني مرتبطه، مثل اللون البرتقالي في البرتقال، في السنطره، في الحمضيات فيها نسبه فيتامين سي اعلى.
فصح هي معلومة صحيحة، ممكن النسب ما تفرق بشكل وايد كبير، بس ملفت يعني اللون، حتى ملفت للانتباه أن الشخص عفوا يعرف أن فيتامين سي موجود في الفلفل البارد، هو شيء موجود دائما ونقدر يعني نتناوله حق الأشخاص اللي مثلا ما يحبون الحمضيات. أنا أقول يكون بديل سهل، وممكن حتى الفراولة والبابايا، ترى البابايا بعد وايد عالية بالفيتامين سي وبعد لونها أورنج، يعني لو لاحظت الألوان الغامجة مثل ما ذكرتي البرتقالي الأحمر الأصفر فيها نسب الفيتامين سي تكون مرتفعة. نعم، فإذا قلنا ركزنا على هذه الأطعمة المحددة لكبار السن لتقيهم من مشاكل العظام مثل ما ذكرتي أستاذة عليا، أول شيء نتأكد من الفيتامينات في الجسم، فيتامين دال والكالسيوم وبي 12 ومغنيسيوم، نتأكد من جميع هذه المعادن يعني موجودة في جسم كبير السن بطريقة صحيحة، وبعدها نتجه للطعام اللي ممكن أن يقيه من هشاشة العظام. إذا تكلمنا عن الأطعمة اللي تحميهم من هاي المشكلة، فأكيد هناك طعام ضار بالعظام أو ممكن أن يعني أن الأشخاص يتجنبون أكله. أكيد نحن حبيبي مؤمن نحن نحاول نحافظ على الكالسيوم وعلى امتصاص الكالسيوم من ناحية الغذاء الصحي، فنفس الشيء لازم نبتعد عن الأشياء اللي ممكن تضر امتصاص الكالسيوم. فإحنا عندنا الكافيين اللي هو موجود في الشاي والقهوة، مع أن الكافيين والشاي والقهوة لهم فوائد صحية، بس الإكثار منهم ممكن يأثر على امتصاص الكالسيوم، فلازم نقلل العادة شرب القهوة على طول بعد الوجبات على أساس أن نحافظ على امتصاص الكالسيوم ما يتأثر إذا أخذنا وجبة غنية بالكالسيوم. مثل ما ذكرنا هو مو بس منتجات ألبان، ممكن حتى من الخضار من الأسماك، فالوجبة الرئيسية دائما تكون متنوعة فيها مصادر الكالسيوم موجودة، فنحاول الكافيين نأدلة شوي. ممكن يعني عاداتهم كبار السن عندنا متعودين على دلة القهوة تكون موجودة على طول، دلة الشاي على طول، فبعد الوجبات يحبون أنهم يشربون هاي المشروبات، فبس نحاول على الأقل نأخرها ساعة إلى ساعتين من بعد الأكل. عاد هاي عادات اجتماعية يعني صعب تتغير، أنا أحس إن الكبار الغداء محطوط على طول، الصينية بعدها محطوطة على طول. هذا التحدي شوي، التحدي يعني في الموضوع، بس حلوة الثقافة أستاذة علي، حلو الواحد يثقف ويثقف الناس بهاي العادات البسيطة. يمكن لو أجلنا لو نص ساعة الشاي بعد الغداء ما يضر، صحيح، لأن لها فوائد لكن ما نبغيها على طول عشان ما تأثر على الامتصاص. كذلك المشروبات الغازية، ممكن كبار السن مو من اللي يرغبون وايد بالمشروبات الغازية، بس في منهم ما زال يحبون يشربونها، يعني في بعض الأكلات معينة يحبوا يشربون معاها مشروبات غازية، فالمشروبات الغازية لها تأثير نفس الكافيين وأسوأ بعد من ناحية يخلي الجسم يطرد الكالسيوم، يعني مو يأثر على الامتصاص، يخلي الجسم يتخلص من الكالسيوم. هذا على حد سواء إذا بنقول الكبار والصغار ولا بس الصغار؟ الكبار والصغار، لأن هذه هاي المواد اللي فيها الفوسفورس أسيد، المواد اللي تنحط مع المشروبات الغازية تخلي الجسم يطرد، يعني وتيب كرامة ينزل الكالسيوم مع البول، فالجسم حتى ما يمتصه ما يستفيد من الكالسيوم. فنحرص أن ما يأخذون المشروبات الغازية قدر المستطاع. إذا يحبون ممكن الماي الغازي، لأنه ما يكون فيه إضافات مواد ثانية، الماء اللي فيه الكربوني، ويكون عليه نكهات، ممكن نضيف عليه عصير طازج مثلا برتقال ليمون، نضيف عليه نكهة مع الماء الغازي. بعد الأكلات اللي هي مرتفعة بالملح، لأن الصوديوم بعد له تأثير إذا زاد يعني عن الحد يأثر بعد على امتصاص الكالسيوم، فهاي تشمل الأكلات المصنعة، الأكلات الجاهزة، الملح استهلاك الملح بشكل عام يعني زيادة في الأكل. نعم. لا تأثير. فتقريبا هاي الثلاث عناصر اللي ممكن تأثر على امتصاص الكالسيوم، نحاول نبتعد عنها عشان ما يسبب لنا نقص في الكالسيوم. نعم أستاذة علي، لو تقدمين نصيحة أخيرة لكبار السن في موضوع تناول الأغذية الصحية أو النظام الغذائي الصحي. طبعا نحاول بس نضيف الأشياء المفيدة إذا كانت ناقصة في غذائهم، نحرص على الألياف، الألياف جدا عنصر مهم يساعد في الهضم والامتناع عن الأمساك، الشبع، محافظة على الكوليسترول والسكر، فهو يعتبر من الأشياء المهمة والضرورية أن نحن نخليها في النظام الغذائي لكبير السن، كخضار مطبوخة، كسلطة، كحبوب كاملة، بقوليات، بأي شكل، بس نحاول نضيف نسبة الألياف أكثر في غذائهم. نحاول نركز على البروتين، جدا مهم، لأن مع تقدم السن يصير عندهم فقدان في العضلات ويكون احتياجهم أساسا للبروتين يزيد،
فدائما استهلاك اللي هم متعودين عليه قبل يكون يعتبر قليل ويحتاجون انهم يزيدون نسبة البروتين في الغذاء. وايضا النقطة الثانية اللي ابغي بعد ناكد عليها اللي هي شرب الماء، لان اذا ما يبذل مجهود كبير السن، مجهود جسدك يطلع يتحرك يسوي رياضة، ممكن ما يشعر بالعطش، بس يكون جسمه محتاج كمية معينة من السوائل. فدائما نذكرهم باستهلاك الكمية كافية من الماء والبروتين والالياف، هاي ثلاث امور جدا ضرورية. نعم طبعا أستاذة علية خان أخصائي أول تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم، ويوم جميل. أعزائي المستمعين، بعد فقرة التغذية مستكملين الحديث عن كبار السن وعن هشاشة العظام بشكل عام. أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل بسيط ونرجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في هذه الفقرة من برنامج صحة وسعادة أعزائي المستمعين نستمر في الحديث عن صحة كبار السن، ونستمر أيضا في التركيز على المشكلات الصحية المتعلقة بالعظام، ولكن في الفقرة هذه بنتكلم فيها أكثر عن من الجانب الطبي. بتحدثنا عنه الدكتورة وفاء جمعان كرامة ممارس عام في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة وفاء. صباح النور، حياك الله. أهلا فيك دكتورة. بداية حبينا نعرف منك شو هو تعريف هشاشة العظام. هشاشة العظام هو يعتبر ضعف في كتلة العظم مع التقدم في العمر، وهذا طبعا يستوي إنه وين يعني إن إنتاج العظم في الجسم ما يواكب فقد العظم، خاصة مع التقدم في السن، فها هو التعريف الأساسي. نعم، إذا بنتكلم بداية عن طرق التشخيص والعلاج الحديثة، كيف ممكن للشخص أنه يعرف بأنه مصاب بهشاشة العظام؟ طرق التشخيص بسيطة جدا. نحن طبعا نقيس المريض، يقدر يروح لأي عيادة الهشاشة وعن طريقها يقيس كثافة العظم باستخدام جهاز يشوف المستويات المنخفضة من المعادن في العظم، واسم الجهاز هذا الدكسة، ويعطينا طبعا رقم معين، وعلى أساسه نقدر نعرف إن هل المريض يصاب بهشاشة عظام أو إن له قابلية يصاب بالهشاشة أو إن كثافة العظم طبيعية. في فحص ثاني طبعا نسويه في العيادة يسمونه الفراكس، وهالفحص إنه هو عبارة عن مثل أداة عن طريق الكمبيوتر، ندخل معلومات المريض مع نسبة الدكسة، ونقدر نشوف مثلا هل هالمريض معرض بعد 10 سنوات من الحين إنه يصيب كسور تابع لهشاشة. فهذين الفحصين مهمين جدا، إذا عرفنا نسبتهم نقدر نشوف كيف نبدأ المريض على العلاج وشو العلاجات المقدمة. نعم، وأيضا دكتورة وفاء إذا بنتكلم عن إحنا تكلمنا عن هشاشة العظام، وعادة ما يصاحب أن الأشخاص متى يكتشفون أن عندهم هشاشة العظام؟ إذا كبير السن مثلا لا سمح الله تعرض للسقوط، فإذا بنعرف شو هي أكثر الحوادث اللي تواجه كبار السن، يعني بحكم خبرتكم في حوادث السقوط واللي قد تسبب مشاكل في كسور العظام، وكيف ممكن نحمي كبار السن من هاي الحوادث؟ طبعا هي السقوط من المشاكل الرئيسية اللي تصيب كبار السن، وطبعا الأسباب الرئيسية لهالمشكلة يمكن المحيط اللي يحيط فيه المسن، يعني بعد فترة من الزمن إنه لازم نتأكد إنه ما تكون في أي عوائق في البيت اللي هو عايش فيه، المسن ما عنده أي مشاكل في النظر في السمع، كل الحواس تأثر، أو أنه يعاني من آلام مثلا في المفاصل أو العظام وما تعالج منها، فهاي كلها تؤدي إلى السقوط. طبعا السقوط يؤدي إلى الكسر والعواقب الثانية اللي تصيب المريض. نعم، تكلمنا إذا تكلمنا عن السقوط، كيف أنا ممكن أحمي كبير السن من هاي الحوادث؟ طبعا يعني لو نحن في كل مرة نشوف فيها كبير السن في العيادة، لو يتابع عن طريق كبار السن أو العيادات اللي هم أطباء الأسرة وشي، كل مرة يجينا المريض لازم نسأله إن هل صار لأي حادثة سقوط خلال السنة، ولازم نعرف مثلا طبيعة السقوط هذه، يعني مثلا هل كان في سبب لها أو طاح المريض من غير سبب، يعني هل هو عنده عوامل أدت إلى السقوط، يعني مثلا هل هو عنده اضطراب في التوازن مثل مرضى اللي عندهم أمراض الباركنسون أو عندهم مشاكل في العضلات،
هل المريض عنده مشكلة في النظر، يمكن عنده ما يشوف عدل، يمكن يحتاج يعدل النظارة، هل المكان اللي هو عايش فيه يعني فيه مثلا عوائق أو البيئة مش مهيئة، هل هو مثلا فقد الوزن هالفترة، ما يأكل عدل، فكل هاي العوامل تأثر طبعا وتؤدي للسقوط. فلازم نشوف المريض ككل يعني كل هالنواحي نغطيها. نعم، مثل ما ذكرتي أن هناك خدمات توفرها هيئة الصحة في دبي لكبار السن، شو هي هذه الخدمات اللي ممكن تعرفينا عليها اليوم؟ عندنا طبعا في الخدمات المنزلية اللي تقدمها هيئة الصحة لكبار المواطنين، خاصة أنهم طبعا فريق طبي يتكون من دكاترة معالجين طبيعيين وممرضين. هالفريق في أي في حالة أن استلم مثلا تحويل لأي مريض يقدر يشوف، يروح يشوف المريض في البيت ويشوفون المكان اللي هو عايش فيه، وطبعا يحطون ببالهم مشاكل السقوط والكسور وهالأشياء، فطبعا يقدرون يشوفون بيئة البيت مناسبة، هل كل مثلا الحمامات عسى الله يعني إن فيها أشياء آمنة على أساس المريض ما ينزلق ما ينكسر، زائد أنهم يقدرون يحطوا له برنامج علاج طبيعي أو إنه يحولونه بعد المستشفيات على أساس يسوي فحص الهشاشة ويتحول لعيادة هشاشة العظام اللي هم طبعا يتابعون علاج المريض في الحالة. نعم، فإذا الأشخاص حبوا إنهم يتوجهون مثلا للتعرف اللي عندهم كبير في السن وحبوا يعرفون إذا هالشخص مثلا يبون يسووا له فحص دوري شامل للتعرف على الفيتامينات اللي ذكرتها الأستاذة عليا في بداية الحلقة، هل مثلا هذه العناصر قليلة في جسمه، هل مستواها متوازن، يتوجهون على طول إلى مركز كبار المواطنين ولا إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في البداية؟ المريض يقدر يتوجه لمركز سعادة كبار المواطنين في العيادات أو يقدر يتوجه لأي مركز قائم بالرعاية الصحية الأولية، ومن هالمراكز طبعا نحن نقوم بالفحوصات المبدئية اللي هي نشوف نسبة الكالسيوم فيتامين د والفحوصات الثانية، وعلى أساسها نحول المريض لعيادة هشاشة العظام اللي هم يكملون العلاج. نعم دكتورة وفا، احنا نعرف ان في خدمات كبار المواطنين هناك زيارات دورية للمنازل، فهل ممكن اذا كان في احد من كبار السن ما يقدر يوصل للمستشفى، هل يمكن اقامة هذه الفحوصات في المنزل؟ نعم يمكن اقامتها طبعا في حال ان المريض خذ يعني تم تحويل حالة المريض للزيارات المنزلية، فمثل ما قلت لك الفريق الطبي يقدر يسوي كل الاشياء اللي تساعد المريض طبعا الا الاشعة، بس مثلا فحوصات الدم الفحوصات الدورية كل هالأشياء طبعا تروح الممرضة وتقوم بسحب الدم والنتائج توصل ويقدر يتابعها الدكتور في الكمبيوتر أو السيستم الموجود في الدائرة. نعم طبعا دكتورة وفا، في يعني في الأخير حبينا نعرف منك نصيحة تقدمينها للاهتمام بكبار السن في المنزل. طبعا أقول يعني عشان نحمي كبار السن من الكسور أو من هشاشة العظام نركز طبعا على التغذية أول شيء، أن تكون تغذيتهم تشمل كل المواد اللي هي فيتامين د الكالسيوم كل الأشياء الصحية للمريض، وإذا المريض ما يقدر يأخذ هالأشياء عن طريق الفم يقدر يأخذ أو إنه ما يقدر يأخذها عن طريق التغذية يقدر يأخذها عن طريق المكملات. نحرص إذا يقدر المريض يتعرض لأشعة الشمس، طبعاً أشعة الشمس وايد زينة إنه تساعد على تصنيع فيتامين د في الجسم، وإنه يقعد فترة صباحية اللي هي تكون 10 دقائق إلى ربع ساعة. إذا يقدر المريض يمارس الرياضة ها شيء وايد طيب، رياضات بسيطة جداً يعني الرياضة هي تحمي المريض من هشاشة العظام، فلو يقدر يسوي مشي أو إنه يقدر يروح لعلاج يسوي مثلاً جلسات علاج طبيعي في المركز يعني يكون في له حياة أو نشاط، إنه طبعاً الحياة ساكنة هاي أو الهدوء طبعاً هاي هالفترة هاي بعد من عوامل الهشاشة من عوامل الكسور والهشاشة. طبعا شيء جميل دكتورة وفاء أن توفر هيئة الصحة في دبي خدمات طبعا العلاج الطبيعي لكبار السن، إذا هم مش قادرين يتحركون نحن نوفر لهم الخدمات اللي ممكن أن تغير من روتينهم اليومي وتحركهم تخليهم أكثر يعني أكثر يعني مثل ما نقول ارتباط بالمجتمع، لأن كبير السن يوم يشوف عمره هو قادر يتحرك قادر يروح للمركز الصحي لو مرة مرتين في الأسبوع يؤدي هاي التمارين الرياضية، فلا تبخلون على أبائكم أمهاتكم بهذه الخدمات اللي توفرها لكم الدولة مجانا لكبار السن. دكتورة وفا شكرا لك على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم،
في برنامج صحة وسعادة، ونتمنى إن شاء الله نستضيفك في فقرات أخرى ومواضيع مهمة في الأيام القادمة إن شاء الله. العفو، حياك. شكرا لك. أعزائي المستمعين، كانت معنا الدكتورة وفاء جمعان كرامة، طبيب ممارس عام في هيئة الصحة بدبي. طبعاً أعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم كانت تتحدث بشكل كبير عن كبار السن. طبعاً كبار السن فئة من الناس، وجودهم حوالينا في البيت بركة وخير، والاهتمام فيهم هذا أكيد بيعود علينا بمثل ما يقولون الخير كله، لأن وجودهم والاهتمام فيهم هو اللي يخلينا نحن نستمر في تقديم الأفضل لهم. فأنا أنصحكم أعزائي المستمعين أنكم دائما تبرزون اهتمامكم بكبار السن المتواجدين معاكم في البيت، تأكدوا دائما من تناولهم الأدوية وشرب الماء مثل ما ذكرت الأستاذة عليا باستمرار، والتأكد كل التأكد من سلامة البيئة المحيطة بهم، تأكدوا أن الزوالي في البيت مثبتة عدل، تأكدوا من الأماكن اللي يمر فيها يعني شخص كبير بالسن، إذا عزكم الله بيطلع من غرفته للحمام، تأكدوا بأن هذا الممر ما يحوي على أي أشياء خطرة، تأكدوا من الأرضيات الموجودة عندكم في البيت، الأرضيات ما تزلق ولا لها أي خطر على كبار السن. إذا كان عندكم في البيت رفعة أو يعني مثل ما نقول يعني أن الأرض غير مستوية عندكم في البيت، حاولوا أنكم تضبطون هذا الموضوع، حاولوا تقللون من يعني الحركة اللي مثلا ممكن أنها تسبب السقوط، لأن سقوط كبير السن ممكن يأثر على حياته بشكل كبير، خاصة النساء مثل ما ذكرنا، لأن النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام. ونذكركم أيضا بما أننا نحن نتكلم عن هشاشة العظام في هذه الحلقة بأهم الأشياء اللي لازم تتواجد لتفادي موضوع هشاشة العظام، واللي هو فيتامين دال والكالسيوم وبي 12 والمغنيسيوم. وأيضا نذكركم ببعض الأطعمة اللي ممكن تدخلونها على النظام الغذائي لكبار السن. لا تنسون أن يكون في النظام الغذائي تبعهم الألبان، ومثل ما قلنا اللبن، الروب، الحليب، وأحيانا هناك بعض المنتجات المدعمة بفيتامين دال، ولا تنسون الأسماك وسمك السلمون اللي سهل إعداده ومتواجد في الأسواق فرش وما في عظم، وممكن أنكم تعدونه في أي يوم. فلا تنسونكم تخلون له مرة في اليوم السلمون ضمن خيارات الغداء لكبير السن الموجود عندكم، حتى السمكة جديدة خفيفة وسهل أن الشخص يتناولها. وكذلك الخضار، لا تنسون الفلفل البارد اللي يحتوي على فيتامين سي مثل ما ذكرنا، وكذلك البروكلي والبامية والكيل والسبانخ والزبيب، وأيضا البابايا. كل هذه الخضار حاولوا أنكم تضمنونها في النظام الغذائي لكبير السن اللي موجود عندكم في البيت. وطبعا وردنا استفسار من الأخ اللي رقمه آخر شيء أبو عبد الله، طبعا شاكرين لك هذه الملاحظة. يقول أنه يلاحظ أن كبار السن معرضون كثيرا للسقوط، فما هي أسباب السقوط عند كبار السن؟ وهل السبب ضعف العضلات الساقين أم عدم القدرة على التوازن كما يعني مثل ما كان في شبابه، أو قصور في رد الفعل السريع بسبب كبر السن؟ وهل ينفع التمارين القوة بصورة بسيطة؟ طبعا أبو عبد الله شكرت لك هذا الاستفسار، ونحن ذكرنا هذه المعلومات خلال الفقرة اللي كانت فيها معنا الدكتورة وفاء، وإن شاء الله بنحدثكم أكثر في هذا الموضوع في حلقة الغد مع الدكتورة عائشة البسطي، بنخليها في بداية الحلقة بما أنها دكتورة طب أسرة، بتحدثكم بشكل يعني مفصل في بداية الحلقة عن أسباب السقوط، لأن أسباب السقوط متعددة، ممكن مثل ما ذكرنا البيئة المحيطة بكبار السن، ممكن الأدوية اللي يتناولونها كبار السن، وكذلك التوازن عند كبار السن عندما يقل يعني في الكبر، فهذه كل هالأشياء ممكن تؤدي إلى
كذلك السقوط وتمارين القوة. ما نقدر نقول إذا هاي التمارين شديدة أو تمارين بسيطة. تمارين الشديدة أكيد ما ننصح فيها لكبار السن، ولكن التمارين مثل المشي بتفيدهم، بتقوي عظامهم وبتخليهم أيضا متصلين بالعالم من حولنا. طبعا شكرا لك أبو عبد الله، وسمعنا باكر في بداية الحلقة بنتكلم بشكل إن شاء الله مفصل أكثر مع الدكتورة عايشة البسطي، أوجه لها كل التحيات من برنامج صحة وسعادة. وكذلك أعزائي المستمعين، أرد أذكركم بنقل خدمات الطوارئ من مستشفى دبي والطيفة إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. لا تنسون هاي المعلومة، وإذا حبيتوا تتوجهون للطوارئ لأطفالكم اتجهوا إلى من يوم غد اتجهوا إلى مركز الجليلة التخصصي للأطفال. وكذلك نذكركم بأنه هذا موسم الإنفلونزا، نذكركم بلقاح الإنفلونزا الموسمية اللي متوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويتوفر هذا اللقاح مجانا للمواطنين وللمقيمين ضمن الفئات التالية اللي هم المسنين فوق 65 سنة والأطفال دون سن الخامسة والحوامل وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة. كل هذه الفئات من المقيمين يتوفر لهم لقاح الإنفلونزا الموسمية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك للمقيمين في إمارة دبي يمكنهم الحصول على لقاح الإنفلونزا برسوم رمزية أيضا لهم يتوفر هذا اللقاح. واللقاح موجود في المراكز التالية: مركز البرشة وند الحمر واللسيلي الصحي ومركز المزهر الصحي ومركز المنخول ومركز ند الشبا ومركز الطوار ومركز زعبيل وكذلك مركز الصفاء الصحي. وعندنا ملاحظة أيضا مهمة فيما يخص موضوع لقاح الإنفلونزا، بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بنظام المواعيد المسبقة، فإذا كنتوا حابين تحصلون على اللقاح اللي أنصحكم طبعا أنكم تأخذونه، لأن لقاح الإنفلونزا يخفف من أعراض الإنفلونزا خاصة لدى الأطفال، فهذا موسم إنفلونزا وما حد يبغى عياله يتعبون وما يقدرون يداومون. فننصحكم بأخذ لقاح الإنفلونزا المتوفر في هيئة الصحة بدبي، وكذلك يمكنكم أخذ الموعد على الرقم اللي دائما نذكركم فيه واللي هو 800-342. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لختام حلقة برنامج صحة وسعادة. نشكر لكم حسن استماعكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل موصول لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي والأستاذ يوسف، وكذلك الشكر موصول لمخرجنا المبدع سعيد المر، وكذلك للتنسيق والمتابعة زميلتنا إسراء الهاشمي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي. وأتمنى لكم أعزائي المستمعين دائما الصحة والسعادة، وكنت معكم محدثتكم آمنة العلي. صحة وسعادة